حول الموضوع ينضم لنا من جنيف مباشرة عبر الهاتف السيد خالد المحاميد، عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات. أستاذ خالد، مساء الخير، أهلا بك معنا. هذه الجولة الجديدة هي السابعة في ترتيبها وأيضا من نوعها، اليوم هو الرابع، لكن ما الجديد الذي تحمله هذه الجولة؟ مساء الخير لك وللجميع المشاهدين. طبعا نحن يعني للأسف الشديد كان لدينا بعض التفاؤل وبعض الإيجابية عندما جئنا إلى جنيف، حيث لمسنا من اتفاق الجنوب الذي تم بأنه سوف يدفع بالعملية السياسية إلى مزيد من التقدم، وعبر اللقاءات التقنية التي تمت بين الجولتين بوفد واحد بين جميع المنصات، القاهرة والرياض ثم موسكو. وكنا نأمل بتشكيل وفد واحد، وما زلنا النقاشات قائمة، وهناك تقارب كبير جدا وتوافق بين منصتي القاهرة والرياض، وهناك اليوم سوف يكون اجتماع الأخير لإعلان عن وفد واحد. ولكن للأسف الشديد نحن فقدنا الاستراتيجية من المبعوث الدولي، إذ لا يوجد لديه أجندة واضحة بالعملية التفاوضية، ولا أقصد هنا ولكن الإرادة الدولية، هذا الذي أقصده. هناك محددات العملية التفاوضية التي أسست على قرار 2254 والتي حددت الإطار الزمني والإطار التفاوضي، ولكن للأسف الشديد أداة تطبيق هذه القرار هي مفقودة إلى هذه اللحظة. وأعتقد هذا ينبغي على الراعيين الأساسيين وهما أمريكا وروسيا أن تضغط، يعني على ليس الضغط وإنما أن تجد حلا لهذه الأزمة. يعني من حديثك يعني لا جديد في هذه المفاوضات إلى الآن، لكن قيل أيضا بأن هذه المفاوضات لا ترتكز إلى أجندة واضحة حتى فيما يخص أجندة المعارضة، هذا ما سمعناه. لماذا وما البنود الرئيسية التي تضعها المعارضة أيضا وخارج عن أي نقاش؟ هذا الشيء غير صحيح. عندما كانوا يتكلمون أن المعارضة غير يعني موحدة وهناك تسبب المعارضة، عندما المعارضة اقتربت من يعني الاجتماع على وفد واحد، لم نجد حقيقة إرادة دولية في المفاوضات المباشرة. كانت إذا كانوا يخلقون الذرائع، واليوم نحن من أجل سد الذرائع فعلا قمنا بهذه العمليات الحوارية السورية، وهذا واجب بيننا كسوريين نتحاور. ولكن نحن منذ اليوم الأول وأعلننا من عند الدولات بأننا مع منصتي القاهرة وموسكو، وهناك كان عرض بوفد واحد وطرح بعض أسماء في المنصتين. طيب ولكن سيد خالد، أود أن أقول لك لا يمكن حل الأزمة السورية في دهاليز الأمم المتحدة ما لم يتم توافق حقيقي بين الراعيين الأساسيين الأمريكي والروسي. ونحن نتأمل من الزيارة غدا للسيد ترامب باريس أن يدفع بهذه العملية السياسية التفاوضية، إذ كان لدينا لقاء قبل يومين مع المستشار الرئيس الفرنسي، وطرح وقدم له بعض المقترحات، ووعدوا بأن يكون الملف السوري على طاولة المحادثات بين الزعيمين. طيب إذا ما تم ذلك، وهذه الأمال التي تعلقونها ربما على هذه الزيارة أو حتى على هذه المباحثات أو الوعود التي قدمت لكم، يعني ما الحل الأنسب الذي يمكن أن تخرج به هذه المفاوضات؟ ما الأمل الذي يمكن أن تعطي هذه المفاوضات إذا ما نظرنا بنظرة تفاؤلية وبأنه هذه الزيارة وهذه اللقاءات يمكن أن تخدم المفاوضات؟ طبعا يعني أود أن أقول لك هناك يعني معرقلات أو هناك عراقيل في القضية الأزمة السورية، وأعتقد هنا أتحدث عن الجانب الإقليمي وخاصة الإيراني والجانب التركي. هناك فعلا أمور هي معطلة للحل السياسي في سوريا، حيث تتواجد بعض القوات داخل، خاصة الجانب الإيراني له أعداد كبيرة من فصائل الشيعية وحزب الله، وهناك الوضع في سوريا في شمال سوريا له تعقيدات خاصة، وهذا هو سبب تأجيج هذه الأزمة إلى بعد تدويلها وبعد يعني الخلافات الإقليمية، مما يعقد هذه الأزمة. ولا أحد يستطيع حل هذه الأزمة
وأعيد وأكرر إلا من جانب أمريكا والروسي. يعني لا جديد، خلاصة في 10 ثواني لا جديد في هذه المفاوضات إذن. نعم يعني في 10 ثواني لا جديد يمكن أن تحمله هذه المفاوضات إذن. هذا الجو لا جديد ابدا، ولكن نحن يعني نحاول دائما على الحاله الوطنيه. نعم. ان تخلق شيء جديد، وهذا ما نسعى اليه مع جهه من هم تحت السلطه ولم تطلع. نعم سيد خالد، مع السوريين. نعم شكرا لك على هذه المداخله. خالد المحاميد عضو وفد الهيئه العليا للمفاوضات من جنيف، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من هناك.